تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالأبطال، أبطال الإسلام، أهلا بحملة القرآن، أهلا بأحفاد الصحابة، أهلا بحماة السنة، أهلا بمن سيضيء العالم بنور الإيمان والإسلام. أرحب بكم أحبابي، وجودي معكم فعلا فعلا من أسعد أوقاتي. نبدأ معاكم إن شاء الله النهاردة في برنامجنا، برنامج أخلاقي قمة من رحلة المستقبل المشرق. أنا سعيد جدا بوجودي معاكم، بارك الله فيكم وربنا يجمعنا دايما على الخير. أهلا عمر وراشد وتميم وسالم وحمدان، بارك الله فيكم، بارك الله في الأحباب ربنا، وبدر، بدر موجود هنا من بدري برضه، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بيكم يا رب. هنبدأ النهاردة إن شاء الله زي ما احنا متعودين، وهنبدأ مع قصة جميلة كده مع بعض هنسمعها. يريد بقى ان احنا هنركز كويس جدا، نركز كويس جدا في الفيديو اللي هنشوفه. هو فيديو كرتون هيحكي فيه قصة هنتعلم منها خلق. هنركز كويس جدا في الفيديو علشان كل واحد فينا بعد ما يخلص هيوضح لنا ايه اللي فدناه من الفيديو ده، وهيوضح ازاي ان الخلق الذميم اللي كان موجود في الفيديو ازاي ان هو كان مضر. فنركز كويس جدا علشان بعد الفيديو مش عايز اتنين يبقى جابتهم شكل بعض. ماشي يا ابطال؟ هنسمع الفيديو وعايزين كل حد يدخل يضيف حاجة جديدة. خلاص هنبدأ مع بعض ان شاء الله. هنبدأ، هعمل مشاركة حالا اهوت للفيديو. ايوه ايوه الصوت واضح. بطني الم فظيع، بطني. سارة ما بكي؟ انا مريضة اليوم، نعم مريضة، ومرضي هذا سيمنعني من الذهاب الى المدرسة. يا للخسارة، ولكن رأسك باردة. هل كل الأمراض تعرف من لمس الرأس؟ بطني، بطني تؤلمني. حسنا، اتركيها يا سلوى، سنذهب إن شاء الله إلى فصلها لننقل لها الدروس وكذلك الواجب المنزلي. واجب منزلي؟ ألم يشفع لي المرض في راحة؟ لا بأس، واجب واجب بسيطة. هيا يا بنات. لقد نجحت الحيلة، لن أذهب إلى المدرسة. نجحت حيلتي. إلى النوم الجميل. أنا أحب النوم جدا جدا. حبيبتي ماذا ألم بك؟ ألم فظيع يا أمي، بطني، رغم أني لم أتناول طعاما خارج المنزل. مسكينة أنا. علي إذن أن أستدعي طبيبة. طبيبة؟ لا، الأمر لا يستدعي الطبيبة، هو مجرد ألم عادي، ألم عادي صدقيني. لا لا، لابد من الطبيبة، سأتصل بها فورا. سارة حبيبتي انتظري، سألقنك درسا ستتذكرينه طوال حياتك. أهلا سلمى، إلى أين؟ إلى فصل أختي سارة لكي أنقل لها الدروس لأنها مريضة في المنزل. فصل سارة؟ إن الفصل كله في رحلة مدرسية إلى الريف. الريف؟ معذرة، لم أكن أعرف. الطبيبة على وشك الحضور وسينكشف أمري، ما أسوأ الكذب. ولكن ماذا ستفعل الطبيبة؟ ستوصي بالطبع ببعض الأدوية. سارة لقد وصلت الطبيبة. أهلا وسهلا. يا بطني. السلام عليكم. ها، ماذا يؤلمك يا صغيرتي؟ وعليكم السلام. أقول بطني. إذا هي بطني. ضعي هذا تحت لسانك حتى نقيس الحرارة. حرارتها مرتفعة جدا.
حقاً؟ والأفضل أن ننقلها إلى المستشفى. ابنتي المسكينة. المسكينة؟ ولكنني في صحة جيدة. ولكن الأفضل أن تأخذي 10 حقن. 10 حقن؟ نعم، حقنة كل 6 ساعات. لا لا، الحقن لا، بطني لا تؤلمني، لقد كنت أكذب. أها، لقد اعترفت الآن. هيا أمامي، هيا لكي تأخذ الحقنة الأولى. لا الحقن لا، الحقن لا. ألم فظيع، لن أكذب بعد الآن. الصدق نجاة، الصدق نجاة وصواب، لن يفلح يوما كذاب، والكاذب حقا مكروه يهجره كل الأصحاب. الصدق نجاة وصواب، لن يفلح يوما كذاب، والكاذب حقا مكروه يهجره كل الأصحاب. الكذبة لا تنفع أحدا وتعود عليه بعدات، الكذبة لا تنفع أحدا وتعود عليه بعدات، والصادق يحيا محترما ويحب كل الأصحاب، والصادق يحيا محترما ويحب كل الأصحاب. الصدق نجاة وصواب، لن يفلح يوما كذاب، والكاذب حقا مكروه يهجره كل الأصحاب. الصدق نجاة وصواب، لن يفلح يوما كذاب، والكاذب حقا مكروه يهجره كل الأصحاب. الصدق نجاة. متى يأتي الصباح حتى أذهب إلى المدرسة؟ المدرسة أرحم من الحقن بكثير. ها، كيف حالك الآن؟ بخير، ولكن سأذهب معكما إلى المدرسة في الصباح إن شاء الله. هل جئتني بالواجب؟ إن فصلك اليوم في رحلة مدرسية. حتى الرحلة كانت اليوم. ما أسوأ الكذب، ما أسوأ الكذب. أنا أحب أن أذهب إلى الرحلة، وكنت أنتظر هذا اليوم. شكرا شكرا يا. السلام عليكم أحبابنا، أبطالنا، أحبابنا. سمعتم القصة؟ كل شاهد القصة؟ أيوه يا أبطال، أبطال رد علينا في راشد كده. راشد، السلام عليكم يا راشد، تعالى يا راشد. السلام عليكم راشد. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم يا راشد. راشد. عليكم السلام. أخبارك يا راشد؟ عامل إيه يا راشد؟ حرام عليك يا راشد اللي بتعمله في الناس يا راشد. أنا أحييك على مشاركتك، وإن أنت حريص إن أنت تفعل، وحريص ما شاء الله إن أنت تشارك وتشارك بقوة. ربنا يبارك فيك يا راشد. بس نحاول بقى يا راشد إن إحنا إيه، بس الشيخ مش الشات قفل. نعم، كل الناس بتشتكي منك يا راشد من كتر الرسائل يا راشد. ليش الشات قفل؟ لا ما هو يا راشد كفاية كده، حرام عليك يا راشد. عايزين نستفاد من الدرس يا راشد يا حبيبي، وعشان زمايلنا يستفادوا وكلنا نستفاد. هو ارفع ايدك وبلاش تكتب. خلاص يا راشد؟ ماشي يا راشد، اتفقنا يا راشد؟ خلاص قول ماشي. بقى يا راشد اول فايده، نبدا مع راشد المشاغب بتاعنا. قول لنا فايده يا راشد بقى من القصه اللي سمعناها النهارده سريعا. انه الكذب، انه الكذب مستحيل ينجح. مستحيل ينجح، ممتاز. حتى لو نجح لحظيا، لو ان هي خلاص ما راحتش المدرسه، بس هيبقى ليه اثار تانية، وهيبقى ليه نتائج تانية سلبية وسيئة كتيرة جدا. جزاكم الله خيرا يا راشد، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. تعالى يا بلال. بلال، يلا يا بلال. السلام عليكم يا بلال. بلال وأحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتح بقى الكاميرا على طول يا بلال، على اسم سيدنا بلال. بلال ممكن مو ممكن. خلاص ماشي يا بلال، ما أقدر أفتح. ماشي يا بلال، قول لنا فايدة غير اللي قال راشد. قال لنا ان الكذب عمره ما الكذب صفه ذميمه، ذميمه. جميل. طب من القصه اللي احنا شفناها يا بلال، ممكن تقول لنا حاجه ازاي ان هو كان الكذب صفه ذميمه، وازاي ان هو اثر وكان نتيجته وحشه بالنسبه للبنت اللي كذبت؟ ممكن تقول لنا يا بلال؟ كانت بتسيء نفسها مريضه.
جميل، هي ظنت او عملت نفسها ان هي مريضه، بس هي ما كانتش مريضه، صح يا بلال؟ صح. وكانت النتيجه ايه؟ كسبت ولا خسرت؟ خسرت. خسرت ايه يا بلال؟ خسرت. جميل، ما راحت الرحله. ممتاز، ما راحت الرحله. جزاكم الله خيرا يا بلال، انه فعلا يا ابطالنا ان الواحد ممكن، وجزانا واياكم يا بلال يا حبيبي، ممكن الواحد يكذب كذبه ويظن ان هو هيكسب بيها، بس لا شك ان اي حد هيكذب هيخسر. هيخسر، هي ما راحتش المدرسه، ظن ان هي كده كسبت، بس خسرت كتير جدا 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 جدا. جميل، اول حاجه خسرتها الرحله. جميل، يلا نشوف معانا كمان علي. يلا يا علي. ممكن اخويا احمد يشارك؟ ماشي يا بلال، تعال هات احمد يا بلال. يلا يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم استاذ، كيف حالك؟ اخبارك طيب؟ الحمد لله طيب، وكفايه ان انا سمعت صوتك يا احمد انت وبلال، ابطالنا واحبابنا. قول لنا بقى يا احمد، هي البنت خسرت ايه تاني غير الرحله؟ ازاي ان هي خسرت؟ قول لنا كده يا احمد، وازاي ان الكذب كان مضر بالنسبه لها؟ ازاي؟ ازاي يا احمد؟ اخذت الحقنه. أخذت الحقنة، ماشي يا أحمد، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. يلا يا علي، جزاكم الله خيرا يا أحمد إبلال، شكرا، جزاكم الله خيرا. علي، إياك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن تفتح الكاميرا يا علي؟ ممكن ولا ما ممكن؟ علي، علي السلام عليكم. نعم. أيوه، أخبارك يا علي؟ شفت؟ الحمد لله، وأنت كيفك يا أستاذ؟ الحمد لله الحمد لله. شاهدت القصة؟ ايه يا استاذ شاهدتها كاملة. قول لنا بقى فايدة غير اللي اصدقائك قالوها يا استاذ. المفهوم في القصة انه الكذب حرام، ماشي تمام، والصدق مصيره للجنة. مصيره للجنة، طب جميل. انت اصدقائك قالوا، بلال واحمد قالوا ان هي خسرت لما كذبت، وقالوا خسرت الرحله واخدت الحقنه، ازاي ان هو في القصه كانت في خساره للبنت؟ ايه اللي حصل تاني؟ ممكن تقول لنا؟ انه هي ما راحت معاهم الرحله. ما راحت معاهم الرحله. ماشي يا علي، جزاكم الله خيرا يا علي، ربنا يبارك. في مره انا كمان صرفت زي هيك. نعم؟ ايوه علي، في مره انا كمان صار لي زي هيك، صار ان انت غبت عن المدرسه. بقول تعبان. وانت ما كنتش تعبان يا علي؟ وبطلت بعد ذاك اليوم، بطلت اني اجي. يا الله، وانت ما كنتش تعبان صح يا علي؟ ايه ما كنت تعبان. يعني. ماشي يا علي، جزاكم الله خيرا يا علي. علي حبيبنا وصديقنا بيشاركنا بقصته وبيقول ان انا كنت بقى عملت الغلط ده مره قبل كده ومش هعمله تاني ابدا، صح يا علي؟ ايه صح. صح، لان انا حتى لو ما روحتش المدرسه في اليوم ده، انا لو انا مش عايز اروح واقول مش عايز اروح المدرسه، بس لا اكذب ابدا، لان مهما لان كل ما هكذب هخسر كتير جدا، واي حاجه ممكن تكون اسهل من ان انا اكذب. جزاكم الله خيرا يا علي، ربنا يبارك فيك يا علي، قصته الجميله. وعلي حتى ان هو ما اتحرجش ان هو يقول انا عملت كذا، جزاكم الله خيرا يا علي، ربنا يبارك فيك. وكمان علي قال لنا، شارك لنا بقصته ان هو ما عادش هيعمل كده ثاني. جزاكم الله خيرا يا علي، ربنا يبارك فيك يا علي. وهو ده اللي احنا عايزينه يا ابطال، ان احنا كل واحد وهو بيسمع القصه او بيسمع الدرس في اي درس من الدروس اللي احنا بناخدها او اي لقاء من اللقاءات اللي احنا بناخدها، يحاول يطبق الكلام على نفسه وياخد قرارات مع نفسه. علي قال انا ما عدتش هكذب تاني، وما ولو حبيت ان انا اغيب عن المدرسه مش هكذب، اقول انا مش عايز اروح المدرسه، بس عمري ما هكذب مهما كانت النتيجه. جزاكم الله خيرا يا علي. يلا يا الياس، السلام عليكم يا الياس. الياس خالد كيفك يا الياس؟ السلام. الحمد لله استاذ، كيف حالك استاذ؟ الحمد لله الياس، بارك الله فيك حبيبي، جزاكم الله خيرا. الياس، هو انت قافل الكاميرا ولا فاتحها يا الياس؟
الياس ممكن تفتح الكاميرا يا الياس؟ افتح الكاميرا يا الياس. طيب يا استاذ. ماشي يا الياس، بارك الله فيك يا الياس، جزاكم الله خيرا. قول لنا بقى يا الياس فايده غير غير الفوائد اللي اصدقائك قالوها، ممكن تقول لنا فايده من القصه اللي سمعناها؟ ايوه. طيب يا استاذ. اتفضل يا الياس. استاذ ان الصدق من جاء استاذ، والكذب ما عمره راح ينجح. جميل ممتاز، بس هم قالوا انت قلت الصدق من جاء، ازاي كان الصدق من جاء في القصه؟ ازاي يا الياس؟ ايوه استاذ، يعني اذا مرضت يا استاذ لا تكذب استاذ، اهم شيء لا تكذب. جميل، ان هي لا تكذب، ان هي لا تكذب. لو هي كانت صدقت كانت نجت، وكانت ان هي راحت المدرسه وحصلت على وراحت الرحله وكانت الواجبات. طب هي يا الياس كده بقى شكلها ان هي حد محترم والناس هتحترمها، ولا الناس هتقول عليها كذابة؟ الناس هتقول عنها كذابة والناس مش هتحترمها بعد كده، صح يا الياس؟ صح. ومهما كانت هي ذكية في اختراعها للقصة وان هي بتعرف تمثل كويس جدا، هي كانت بتمثل كويس جدا، صح يا الياس؟ صح. ودي راح فين؟ ماشي ماشي الياس. يلا أنس، تعالى أنس. أنس 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 كويدار، هو أظن ده كان نايف. أنس أنس ولا نايف؟ عليكم السلام. أنس ولا نايف؟ زيد. زيد؟ آه زيد، تمام. أخبارك يا زيد؟ الحمد لله. سمعت القصة يا زيد؟ إيه استاذ. جميل يا زيد، بقول لك يا زيد، هي كانت البنت بتمثل كويس صح؟ نعم. وكانت بتقول قصة وأي حد يصدقها صح؟ نعم. نعم. طب بعد ما عرفوا ان هي كانت كذابة، هي كده بقت شكلها كويس ولا شكلها مش كويس مع الناس؟ الناس بقوا يحترموها ولا ما عادوش هيصدقوها بعد كده؟ لا، ما عاد يصدقوها. ما عاد يصدقوها فعلا يا زيد. الواحد مهما انت كنت ذكي ومهما قلت قصة تتصدق، انت هتبان وهتظهر ان الحقيقة بخلاف الكلام ده، والناس هتعرف ان انت تكذب ومش بتقول الحقيقة. فمهما انت كنت كذاب الناس هتعرف، مهما انت كنت ذكي ويبان وتعرف تمثل ان انت صادق الناس هتعرف ان انت كاذب. فالانسان يبعد عن الكذب عشان ما يبقاش شكله وحش، وعشان ما يبقاش الناس تقول هو كذاب ومش هيحترمه، ولكن الصادق الناس هتحترمه. يعني هو يا زايد هي كانت ممكن تعمل ايه بدل ما تكذب؟ كانت ممكن تعمل ايه يا زايد؟ كانت تستر. كانت ايه؟ كانت تحكي الصدق. جميل، كانت تقول ان انا مش عايز اروح المدرسة النهاردة، او كانت تروح المدرسة، صح يا الياس؟ الياس يا زايد، زايد يا حبيبي معلش. ايوه يا زايد. زايد. نعم استاذ. ماشي يا زايد، فعلا كانت النية تقول الصدق. جزاكم الله خيرا يا زايد، ربنا يبارك فيك. علي. علي الفربور. هلا. هلا والله يا علي. هلا فيك. انا بمناسبة ان معظم الاصدقاء من السعودية، فانا عايزكم تعلموني اللهجة السعودية. ماشي يا علي، من السعودية ولا منين يا علي؟ ابشر. ابشر من ماشي يا علي. ايوه يا علي، انت من السعوديه؟ ايه من السعوديه. انا عاوز اتعلم اللهجه السعوديه يا علي. ماشي يا علي. ابشر. ابشر. ماشي يا علي. علي انت سمعت القصه؟ شاهدت إيوه. القصه؟ ممكن تقول لنا فايده غير الاصدقاء قالوها؟ سام، فائده غير ما قاله اصدقاء. صوتك يقطع استاذ. هو الصوت مش واضح يا شباب؟ ايوه ابطال واضح يا شيخ. تمام ماشي، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. علي تعالى. علي هلا. هلا والله. هلا والله يا علي.
ايوه يا علي، عايزك تقول فايده غير اللي اصدقائك قالوها، ممكن تقول فايده استاذ؟ يلا. ايوه الاحترام. الاحترام ايه بقى علاقته بالصدق؟ ما علاقه الاحترام بالصدق يا علي؟ جميل، هي فعلا فايده جميله جدا. الاحترام عشان نثق بالصدق، ما نكذب. جميل، ما نكذب، واللي بيصدق الناس تحترمه صح، واللي ما يصدق الناس ما تحترمه، ما يصدقونه ويكرهونه، ما يصدقونه ويكرهونه وينتشر بين الناس ان هذا كذاب لا تصدقوه، فممكن بعد ذلك يقول لهم شيء صدق فلا يصدقوه لانهم اعتادوا منه الايه؟ الكذب. صح يا علي؟ الكذب. ايوه صح. بارك الله فيك. عندك كم سنه يا علي؟ 12. ممتاز، بارك الله فيك يا علي، ربنا يحفظك يا علي، جزاكم الله خير. جزاك الله خير. ناخد عبد الرحيم. عبد الرحيم، عبد الرحيم، السلام عليكم يا عبد الرحيم. عبد الرحيم، عبد الرحيم. ايوه يا استاذ. ايوه كيفك يا عبد الرحيم؟ طيب. ممكن نفتح الكاميرا ولا ما ممكن؟ ممكن. نعم؟ ممكن؟ ما أقدر، ما أقدر. ماشي يا عبد الرحيم، ممكن تقول لنا فايدة من القصة غير اللي أصدقائك قالوها؟ أصدقائنا قالوا الاحترام، قالوا إن الكذب عمره ما بينجح، ما بينجحش أبداً، وإن اللي بيكذب دايماً بيخسر وبيخسر كتير جداً، وإن هو الإنسان مهما كان ذكي ومهما مثل الكذبة لكنه بينكشف بعدها والناس بتعرف إن هو كذاب، ممكن تقول لنا بقى فايدة غير هذه الفوائد يا عبد الرحيم؟ ايه يا عبد الرحيم؟ فين الصوت ليه يا عبد الرحيم؟ عبد الرحيم، عبد الرحيم، عبد الرحيم، السلام عليكم يا عبد الرحيم. عبد الرحيم ماشي. طب عندنا في حد كده بقى اسمه يعني هو اللي هو رموز كتير اللي هو بعد عبد الرحيم، يلا افتح. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، يعني اسمي اولا عائشة، انا احب الصراحة. اهلا وسهلا. عائشه؟ عايش. عايش استاذ؟ عايش. ايوه عايش. عايش، ربنا يبارك فيك. عايش، عندك كم سنه يا عايش؟ والله 12 سنه. والله من غير ما تحلف يا عايش احنا مصدقينك. بارك الله فيك يا عايش. عندك لا والله، والله انا ما حلفت. ماشي انا ما حلفت. ماشي يا عايش، هل ممكن تفتح الكاميرا يا عايش عشان نتعرف عليك ولا صعب؟ والله ما في مشكلة، ما في مشكلة. سمعت القصة يا عايش؟ يعني سمعت منها، يعني سمعت. ايوه سمعت. ماشي يا عايش، ممكن تقول لنا فائدة من القصة غير ما قاله أصدقائك؟ يعني انه يعني انه ايش ما يصير تكذب يعني حينكشف امرك، سواء كانوا عارفين ولا ما مو عارفين. يعني لو كنت تكذب وعرفوا بعد سنة، حتى وعرفوا بعد سنة من اللي قاعد بيصير، حيكشف طول عمره الكذب، يعني مش حيفلح أبدا في الحياة. الكذب مش حيفلح أبدا. جميل. في مقولة أنا ناسيها، إنه هي حتى يكتب عند الله هي كذابة، ناسيها يعني. مهم. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. كذاب. جزاكم الله خيرا يا عايش. اللي حابة وصله انه عمرك ما تكذب، مش حيساعدك هذا الاشي ابدا. زائد يعني اعطيك حاجة، حتى لو البنت طلبت من امها فيش تبرير انه هي تغيب صراحة من المدرسة. نعم. يعني حتى بنت طلبت من أمها طيبة من المدرسة، مش هتغيب غير أيوه. أنه تبرير لهذا الشيء. مش إيه؟ يعني لو كانت مريضة فعلاً كان خلتها تغيب. أيوه. إنه هيك هيك أصلاً أي والد مش حيخلي أي والد أو أم مش حيخلي ابنه يغيب عن المدرسة زي هيك، يعني مزاجياً. فعلاً 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 فعلاً، جزاكم الله خيراً يا عايش، إن شاء الله كلام متزن وينم عن حد مركز وكويس جداً. جزاكم الله خيرا يا عايش، بارك الله فيك، كانت مشاركة طيبة جدا. انت اول مرة تبقى تحضر يا عايش؟ والله انا يعني صار لي يمكن سنة في اكاديمية اتقان.
جميل. أنا دخلت الحلقة دي، كنت في حلقة اللي كانت 118، لكن قالوا عشان يتغير الأشياء يعني قبل يعني كذا قالوا إنه غير الحلقة. بالموضوع مشرق الفقرات اللي بنحضرها كل يوم الساعة 8، بتبقى أول مرة تحضر الساعة 8 ولا دي ولا حضرتها قبل كده؟ يعني صراحة يعتمد على مدى فضاوتي يعني لهذا الشيء صراحة، لأنه مرات أنا أكون مشغول في الواجبات أو شيء زي كذا، ويعني يعني أدخل الحلقات الحمد لله. لكن في الأسبوع ما كنت كتير يعني ملتزم جدا في الحلقات أو القرآن. ربنا يحفظك عايش ويوفقك وينفع بيك يا رب. جزاكم الله خيرا عايش، ضف إضافة جميلة وكلامه جميل جدا، جزاكم الله خيرا عايش، بارك الله فيك عايش، ووضح لنا أكثر، جمع لنا ما بين الحاجتين، إن اللي بيكذب بيخسر في الدنيا وفي الآخرة، وبيكون شكل وحش في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة بيكون اسمه يكتب عند الله كذابة، وفي الدنيا بيكتب عند الناس وكل الناس بتبقى عارفة إن هو كذابة، فبيكون خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، بيكون اسمه في الدنيا كذابة وفي الآخرة كذابة، يبقى في وسط الملائكة وفي وسط السماوات وفي كل مكان هيبقى اسمه كذاب كذاب كذاب، وفي الدنيا يبقى معروف ان هو كذاب. وليه يا جماعة؟ وليه؟ عشان ايه؟ فالواحد يبعد 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 عن الكذب، مهما كانت نتيجة الصدق، مهما كان هيضحي لا يصدق مهما كانت النتيجة. جزاكم الله خيرا يا عايش. ناخد تميم يلا. طب مش هناخد تميم احنا، جزاكم الله خيرا. صحيح ايوه، هو من السعوديه يعني، انا من فلسطين لكن الحمد لله ساكنه في السعوديه. انت منين يا عايش؟ من فلسطين. فلسطين ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا عايش، بارك الله فيك يا عايش، وربنا يرد الفرصه الى المسلمين، وربنا ينصر اخواننا في فلسطين. جزاكم الله خيرا يا عايش، ربنا يبارك فيك حبيبي. جزاك الله خير استاذ. يلا الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طب ماشي، تميم فتح. تميم السلام عليكم يا تميم. وعليكم تميم. السلام يا شيخ. وعليكم السلام يا شيخ. ايوه كيفك يا تميم؟ الحمد لله. ايوه ممكن تقول لنا فايده تميم غير اللي اصدقائك قالوها، تقول لنا بقى حاجه جديده. يلا يا تميم. اول شيء انه حبل هي مقوله بيقولوا حبل الكذب قصير وحبل الصدق طويل. ثاني شيء مش راح تستفيد إذا كذبت. جميل، ممكن تشرح لنا بقى المقولة اللي انت قلتها في الأول يا تميم بعد إذنك؟ يعني الكذب ما بنجحش وروح يكشف، أما الصدق بظل آثاره. جميل، ده يخلينا بقى إن احنا نعمل إيه يا تميم؟ إن نصدق، وإذا كذبنا الناس لا تصدق كلامنا. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك يا تميم، بارك الله فيك حبيبي، جزاكم الله خيرا. يلا أصدقائنا هنشوف قصة تانية مع بعض، نركز القصة دي كلنا نركز فيها. لا عبد الرحمن الثقاف انتظر. هنشوف نركز كويس جدا في القصة وهنرجع نقول الفوائد. يلا بسم الله، نركز كويس جدا، كله يركز، كله يركز في القصة علشان نحتاج فوائد من القصة. أيوة من نقود في هل أنت مستعد للسفر يا بكر؟ إن شاء الله يا أمي. لم يبقى على موعد الحافلة التي ستقلك إلى الواحة إلا قليلة. حالاً يا أمي. كن حريصاً على النقود التي معك ولا تضيعها. لا تخافي يا أمي. تذكر أن جدك في حاجة ماسة إلى النقود من أجل إصلاح ماكينة رفع المياه حتى لا يهلك الزرع. أعرف يا أمي. لو لم يكن والدك مسافراً لما جعلتك تسافر وحدك. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك يا أمي. يحفظك الله يا بني. أتوصينني بشيء يا أمي؟ أوصيك بتقوى الله والصدق في قولك وفعلك مهما كلفك الأمر.
أعاهدك على ذلك يا أمي. بارك الله فيك وحفظك يا بني من كل سوء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أرى حافلة قادمة من بعيد. ونحن مستعدون. سنهجم بمجرد أن تتوقف الحافلة. هذا أمر قد تعودنا عليه طويلا. غريب، ماذا حدث؟ أحد الإطارات انفجر. انزلوا حتى أتمكن من رفع السيارة وتركيب الإطار البديل. فليخرج كل منكم ما معه من نقود في صمت، ولا داعي للمقاومة حتى لا نضطر إلى قتلكم. أخرج ما معك من نقود. حاضر حاضر. أنا سائق الحافلة، كل ما معي هو رخصة قيادتي وأوراقي الشخصية. هذه أيضا أوراق شخصية أم أوراق مالية؟ أعطني ما معك من نقود وإلا. وأنت أيها الغلام، هل معك نقود؟ أوصيك بتقوى الله والصدق في قولك وفعلك مهما كلفك الأمر. تكلم يا ولد، هل معك نقود؟ نعم. كم؟ 2000. كم؟ 2000؟ لا شيء، هل تسخر مني يا ولد؟ سأقتلك. أقسم لك أن معي 2000 ورقة نقدية. أين تخفيها؟ لقد فتشتك ولم أعثر على شيء. أين تخفيها؟ أنت ولد عميد ويجب أن نأخذك إلى زعيمنا، والويل لك، كل الويل إن كنت تكذب علينا. أحضروهم إلى زعيمنا، أسرعوا أسرعوا. إذن أنت تزعم أن معك 2000 ورقة نقدية؟ أنا لا أزعم بل أقول الصدق. حسناً، إن لم تخرج النقود التي معك قتلتك. عجبا، ما الذي جعلك تعترف ببساطة هكذا أن معك كل هذه النقود رغم أن كل رفاقك أنكروا أن يكون معهم أي نقود؟ الوفاء بالعهد، لقد عاهدت والدي ألا أكذب أبدا. ولو ضاعت نقودك؟ ولو ضاعت حياتي أيضا. يا لها من أخلاق نبيلة، تلك التي تجعلك تفي بعهدك مع علمك أنه سيعرضك للخطر. طفل صغير يعاهد والديه ألا يكذب ويفي بعهده مضحيا بكل هذه النقود وربما بحياته، وأنا قضيت عمري كله لا أفي لربي بعهد واحد، وكل حياتي لصوصية وسفك دماء وغدر. الله غفار لمن تاب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أشهد الله وأشهدكم أيها الحاضرون أني قد تبت إلى الله. تقبل الله توبتك وغفر لك ما مضى. أعيد لهم كل نقودهم وأصلحوا لهم سيارتهم. هكذا تكون بداية التوبة الصحيحة.
إعادة المظالم إلى أصحابها. الوفاء بالعهد من صفات النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة، يعظم صاحبه في أعين الناس. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وما معنى الوفاء بعهد الله في هذه الآية؟ الوفاء بالعهد صفة من صفات المؤمنين ذوي الألباب وأصحاب العقول. وعهود الله هنا هي الأوامر والنواهي والفرائض التي أمر الله بها عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبالتأكيد تجنب جميع النواهي التي نهى عنها الله حتى لا يقع الإنسان في المعاصي. نعم، أعرف آية في أول. جزاكم الله خير أحبابنا، أبطلنا. نرجع مرة ثانية، نرجع أحباب أبطال، نرجع يلا مع صديقنا عبد الرحمن الثقاف. عبد الرحمن، السلام عليكم يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا عبد الرحمن. الحمد لله بخير. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك حبيبي، جزاكم الله خيرا. يلا ممكن تقول لنا فايدة يا عبد الرحمن؟ نعم. أيوة تفضل. الصدق منجا، ويجب علينا أن نكون صادقين في كل الأحوال. أي إيه بقى اللي استفدته في دي من القصة؟ عرفت إزاي ده في القصة؟ استفدت أن الصدق قد ينجيك من أشياء لا تتوقع أنك ستنجو منها. جميل، ده شفته بين بقى فين في القصة يا عبد الرحمن؟ في الولد لما كان بيقتل وقال له طلع الفلوس وطلعها بصدق. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. انت ممكن تبقى متخيل ان انت هيحصل لك ضرر لو انت صدقت، ولكن لو صدقت ربنا هينجيك، لان انت كده رضيت ربنا سبحانه وتعالى، وكده ربنا هيحبك لان انت كده سمعت كلام ربنا سبحانه وتعالى. فربنا هيعطيك اشياء انت ما كنتش تتخيلها، زي ما عبد الرحمن بيقول. جزاكم الله خيرا يا عبد الرحمن. تعالى ادم، السلام عليكم ادم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا ادم؟ الحمد لله. كيفك يا استاذ؟ الحمد لله يا ادم. ممكن تفتح الكاميرا يا ادم ولا مش ممكن؟ اوكي يا استاذ، بس تجيب نظارتي. ماشي يا ادم. هيا يا ادم. ايوه هيا يا استاذ. هلا والله، هلا والله يا ادم. بارك الله فيك يا ادم. ممكن تقول لنا فايده يا ادم يا حبيبي؟ فايده من القصه انه الانسان اذا كذب، يعني زي هيك لو هذول كذبوا كان ممكن تنتهي حياتهم، كلهم كذبوا وكان ممكن تنتهي حياتهم، بس الولد هذا الصغير عادي. أيوة. خاطر يجي حكى وخلاص كشف مكان الفلوس، يعني ما خاطر بحياته. جميل ممتاز، بارك الله فيك يا آدم. يعني جزاكم الله خيرا يا آدم، فعلا فوائد جميلة جدا وحاجات أنا ما كنتش واخد بالي منها. عبد الرحمن وآدم، آدم قال لنا الفايدة التانية إن هو تخيلوا اللي هم كذبوا كلهم كان هيخاطروا بحياتهم، كانوا كلهم هيموتوا، وهو الطفل الوحيد اللي صدق هو اللي كان سبب نجاتهم كلهم. هل سبب لنجاة وصلاح وهداية اللصوص نفسهم؟ فشوفوا قد إيه إن الصدق بيكون سبب لخير كبير جدا، مع إن كل اللي معاه في الباص والأتوبيس كانوا يظنوا إن هم لو قالوا الصدق هيخسروا، بل بالعكس هم أما قالوا الصدق، أما الطفل قال الصدق نجوا، ونجوا جميعا كلهم، وكان سبب لنجاة كل اللي في الأتوبيس، بل ونجاة كمان اللصوص، إن هم تحولوا من بقى إن هم لصوص بقوا ناس صالحين. يلا يا سالم، السلام عليكم يا سالم. سالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا سالم؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا سالم. ممكن تقول لنا فايدة غير الأصدقاء قالوها يا سالم؟ يلا يا سالم. الكذاب الكذاب يدخل النار. يدخل النار. ويلي أيوة.
واللي يقول الصدق يدخل الجنة. جميل، ممتاز. طب وفي القصة شفت الفيديو يا سالم؟ نعم. جميل، أيوة. إيه بقى، إيه اللي استفدته من الفيديو نفسه؟ أيوة يا سالم، فعلا زي ما بتقول يا سالم، إن هو الكذاب هيدخل النار، يعني ده كده في الآخرة هيخسر جدا جدا جدا، والصادق هيدخل الجنة وهيكسب وهيبقى جزاؤه كبير جدا جدا جدا، ده في الآخرة. وفي الدنيا كذلك، ففعلا الواحد كده هيخلص هيخسر في الدنيا وفي الآخرة. فعلا يا سالم جزاكم الله خيرا. في فايدة تانية عايز تقولها يا سالم؟ سالم ماشي يا سالم، جزاكم الله خيرا يا سالم، بارك الله فيك يا سالم حبيبي. رائد، يلا يا رائد. السلام عليكم يا رائد. وعليكم رائد. السلام يا استاذ، كيفك يا رائد؟ الحمد لله بخير يا استاذ، كيفك انت؟ الحمد لله يا رائد، ربنا يبارك فيك يا رائد. ايوه قول لنا فايده بقى يا رائد من القصه الثانيه. ممكن استاذ وجوب حفظ الامانه وقول الصدق في الافعال والاقوال. جبتها منين بقى دي في القصه يا رائد؟ القصه الثانيه. اي فين بقى، في انه مشهد من المشاهد او ايه اللي حصل خلاك تقول الفايده اللي انت قلتها يا رائد؟ كانت في البداية يوم أمه قالت لها شو اسمه ذا ودها لجدك، وفي آخر مقطع يوم جاء الزعيم وخذا كان بياخذ فلوسه وقال صدق. جميل، ده بقى يدلنا على إيه يا رائد؟ الأمانة والصدق. الأمانة والصدق، نحن نكون صادقين وأمينين مهما كانت الظروف ومهما كانت النتيجة اللي نظن إن هي تحصل. شفت حتى لما سأله قال له تصدق حتى ولو خسرت مالك، فقال له حتى ولو خسرت نفسي، حتى لو قتلتني بس أنا مش هكذب أبدا. فعلا جزاكم الله خيرا يا رائد، ربنا يبارك فيك يا رائد. في سلمى الأمير، ده سلمى ولا مين بقى؟ أيوة مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ أنا عبد الرحمن مرتضى. عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا يا عبد الرحمن. ممكن تقول لنا فايدة يا عبد الرحمن؟ قول لنا فايدة يا عبد الرحمن من القصة اللي شاهدتها. أيوة يا عبد الرحمن، عندك كم سنة يا عبد الرحمن؟ 7 سنين. 7 سنين، بارك الله فيك. شفت الفيديو يا عبد الرحمن؟ شفت الفيديو. الولد قال الصدق ولا كذب على العصابة؟ قال الصدق. قال الصدق، وخسر ولا كسب بعدها يا عبد الرحمن؟ كسب ايه يا عبد الرحمن؟ كسب حياته. وايه كمان؟ وفلوسه. وفلوس، وايه كمان؟ ايوه كسب حاجات كتيرة جدا جدا يا عبد الرحمن، كسب حياته وفلوسه وحياة الناس التانية وفلوس الناس التانية، وكسب انه كان سبب لهداية اللصوص وان هم يرجعوا تاني لربنا ويتوبوا. جزاكم الله خيرا يا عبد الرحمن، مشاركة طيبة، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. نايف، السلام عليكم يا نايف. نايف، السلام عليكم. نايف، السلام عليكم يا نايف. نايف، وعليكم استاذ، كيفك يا نايف؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا نايف. شاهدت القصة؟ أيوة. ايه الفوائد اللي استفدناها يا نايف من القصة؟ ان الصدق دائما ينجيك من المشاكل. جميل، ديت فين بقى في القصة؟ صوتك يقطع عيد. نعم الصوت يقطع دقيقة. ها استاذ. ايوه يا نايف، دي شاهدتها فين في القصة يا نايف؟ هذه شفتها في النهاية يوم طلع له الفلوس. وإيه اللي حصل بعد ما طلع له الفلوس؟ هل الطفل خسر ولا كسب؟ كسب إيه يا نايف؟ فلوسه وحياته وحياة الناس الثانية وفلوس الناس الثانية. ممتاز، ده يعلمنا إن إحنا مهما كانت
الخسارة اللي احنا شايفينها نخسرها ان احنا نصدق ولا نكذب؟ نصدق. نصدق مهما كانت النتيجة يا نايف. جزاكم الله خيرا يا نايف، بارك الله فيك يا حبيبي. يلا يا مصطفى. مصطفى مصطفى مصطفى، السلام عليكم يا مصطفى. مصطفى فتح الكاميرا من بدري منتظر. بارك، ازيك يا مصطفى؟ كيفك يا مصطفى؟ السلام عليكم. الحمد لله. عليكم، بارك الله فيك يا مصطفى. ممكن تقول لنا فايدة يا مصطفى من القصة؟ احنا استفدنا ان حتى لو انت حتى ما تموت عمرك، احنا نقول الكذب على طول، نقول الامان وعلى طول نقول ايه؟ الامان، نقول الامانه ونقول الصدق. منين يا مصطفى؟ انت منين يا درس؟ ايه؟ من اين انت؟ انا من مصر. من مصر، بارك الله فيك يا مصطفى، بارك الله فيك يا حبيبي. منين في مصر بقى يا مصطفى؟ معلش يا جماعه. منين في مصر؟ القاهره. ربنا يبارك فيك يا مصطفى، ربنا يبارك فيك حبيبي. جزاكم الله خيرا، ان احنا فعلا دايما نقول الصدق ونقول الامانه ونبعد عن الكذب. بارك الله فيك يا مصطفى، بارك الله فيك حبيبي، جزاكم الله خيرا. هو انا الليف اعمل ليف؟ نعم. لا ما تعملش ليف، لو انت عندك حاجه ماشي احنا هنكمل، يعني لو انت عايز تمشي ما فيش مشكله يا مصطفى. خلاص يا مصطفى، انت بتستفاد ولا بتستفادش؟ لا استفاد. خلاص ماشي يا مصطفى. عندك كام سنة يا مصطفى؟ 8. كام؟ 8. 8. 8. بارك الله فيك يا مصطفى، بارك الله فيك. ماشي يا مصطفى، جزاك الله خير يا مصطفى، بارك الله فيك. يلا يا مؤيد. انا بس دلوقتي بس عايش بس في الكويت، عشان بس بابايا بس بيشتغل في الكويت. ماشي يا مصطفى، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير يا مصطفى، بارك الله فيك. ماشي يا مصطفى، ماشي يا حبيبي، انا بسال بس، جزاكم الله خير. يلا يا مؤيد. مؤيد مؤيد مؤيد، السلام عليكم يا مؤيد. مؤيد يا مؤيد، لسه تعبان يا مؤيد؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا مؤيد. انت بتاخد علاج يا مؤيد؟ نعم استاذ. بارك الله فيك يا مؤيد، ربنا يشفيك ويعافيك يا مؤيد يا حبيبي. عايزين بقى بالصوت الجميل التعبان ده اللي هو ان شاء الله يبقى في ميزان حسناتك، كل كلمه هتقولها وكل كلمه هتتعب وانت بتقولها هتبقى في ميزان حسناتك، والاجر هيزيد على قدر تعبك يا مؤيد، ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي. قول لنا بقى فايده يا مؤيد. استاذ الفايده انه الشخص اذا قال يكذب. ايوه راح يكذب، كذاب عند الله وفي الأرض الناس راح يظلون يقولوا له كذاب. ربنا يبارك فيك يا مؤيد، جزاكم الله خيرا يا مؤيد. مؤيد بيلخص لنا الكلام النهارده في القصة الأولى وفي القصة الثانية، بيقول لنا اللي هيكذب يا جماعة، اللي هيكذب يا أبطال هيكتب عند الله كذاب، وكل الناس هتقول له هيكتب عند الناس كذاب، يعني هيخسر في الدنيا وفي الآخرة. ربنا يبارك فيك يا مؤيد وربنا يحفظك يا مؤيد. مؤيد من الناس المجتهدين جدا، بارك الله فيك يا مؤيد يا حبيبي، جزاكم الله خيرا. فعلا مؤيد بيشجعنا جدا بدخوله، ان هو رغم ان هو تعبان الا انه بيبقى حريص على انه يشارك ويدخل ويبقى موجود في كل الفترات. ربنا يبارك فيك يا مؤيد يا حبيبي وينفع بيه، جزاكم الله خيرا. انا ابطال، ربنا يحفظك يا مؤيد، انا سعيد جدا 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 بوجودي معاكم. أنا بنقول النهاردة يا أبطال إن إحنا الصدق منجاه، مهما كانت نتيجة الكذب فهي هتبقى خسارة كبيرة جدا لو أنت شايف إن هي مكسب، وإن الكذب مش هيجي وراه غير الخسارة الكبيرة جدا في كل حاجة، وهتبقى خسارة كبيرة جدا زي القصة الأولى. وفي القصة الثانية كان الصدق نتيجة المكسب كبير جدا 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 جدا،
حتى لو أنت كنت شايف أنك هتخسر في البداية، لكن دايما الصدق بيكون نجاح في الدنيا وفي الآخرة، والكذب بيكون خسارة في الدنيا وفي الآخرة. أن الصادق بيبقى عند الله سبحانه وتعالى يكتب صديق، ويكتب عند الناس وينتشر عنه بين الناس أنه صادق، وأن الكاذب بينتشر بين الناس أنه كاذب وبيخسر برضه في الآخرة. فنبتعد عن الكذب يا أحباب. أنا سعيد بكم جدا 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 وفخور بكم كلكم بجد، فوائدكم جميلة جدا وأنا استفدت منكم فعلا بالفوائد الجميلة اللي قلتوها. أنا مش عايز أقفل برضو فعلا بدون مبالغة، لكن هنضطر إن إحنا عشان ما نأخركمش، كل أحبابنا اللي عايزين يشاركوا لو في أي مشاركة ممكن تبعتهن على البوت بتاع التليجرام، وبأكد عليكم لو حد عنده اقتراح في حاجة معينة عايزين نتكلم فيها، في طريقة معينة نقدم بيها، لو في ملاحظات سلبيات موجودة إيجابيات مقترحات تبعتهن على البوت، عشان ده مشروعنا وده برنامجنا كلنا يا أبطال، إن إحنا عايزين نتعاون فيه إن إحنا نقرب من ربنا أكتر، سواء بالأمور الشرعية أو الأمور الحياتية. أنا أتمنى إن شاء الله أشوفكم كلكم حاجة كبيرة جدا، أشوفكم أطباء مهندسين معلمين علماء دعاة، نبقى كلنا نحمل منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا نبقى متميزين في الحياة ومتميزين في الأمور الشرعية كمان. أتمنى إن أنتوا كلكم تكونوا تحملوا القرآن اللي بتحفظوه وتعلموه للناس وتعملوا به قبل ما تعلموه للناس، ان انتوا تاخدوا القرآن وتنشروه في العالم كله، ان انتوا تكونوا سفراء الإسلام في كل حتة بتروحوها، في فصلكم، في مدرستكم، في شارعكم، لو بتروحوا دروس، في وسط أصدقائكم، في وسط النادي اللي بتروحوه، في أي مكان تروحوه تكون انتوا سفراء الإسلام فيه، ان انتوا القدوة لزملائكم، ان انتوا القدوة اللي هتبين لهم صورة الإسلام وتاخدوا بيديهم، انتوا القدوة اللي هينتصر بكم الإسلام مرة تانية. انا سعيد بكم جدا وفخور بكم جدا جدا جدا، انتم أبطال المستقبل وأبطال الحاضر، انتوا اللي هتشيلوا هم الإسلام. ربنا يحفظكم، ربنا يرزقنا وإياكم العمل بالقرآن، وربنا يثبتكم على حفظ القرآن والعمل به وتعلمه. ربنا يحفظكم، أنا سعيد بكم جدا جدا جدا، ومهما عبرت مش هطلع اللي جوايا. أنا نفسي أشوفكم كلكم واحد واحد فعلا، وأقعد معاكم وأتكلم معاكم ونساعد بعض ونتعاون مع بعض، لكن لعل ذلك يحدث في وقت ما. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير.